حكم ان انت قريب من اجواء النادي، يعني الكل يتحدث عن ازمه نادي الزمالك الماليه وهل بشكل كبير جدا موضوع الحجز على ارصده النادي والقضيه اللي رفعها المسؤول السابق في نادي الزمالك الاستاذ ممدوح عباس، يعني بتؤثر بشكل كبير جدا على الاجواء داخل النادي، على الفرق الرياضيه، الفرق الجماعيه، فريق الكوره بصفه عامه، وانت قريب اصلا في نادي الزمالك. بالطبع يعني انا مش مدرب بس في النادي، لا انا عضو عامل كمان في النادي، فانا يوميا في النادي لان كمان انا بناتي بيلعبوا باسكت، فدايما يعني مش من النوع اللي انا بخلص تمرين بروح، لا بقعد في النادي، فالاجواء كلها تحت عينيا، فطبعا لا مؤثره جدا. اول مره تحصل لحد دلوقتي ما قبضناش، يعني احنا كمدربين النهارده يوم 20 ما قبضناش، طب ودي عمرها ما حصلت في عهد المستشار مرتضى منصور. أزمة طاحنة مأثرة على الباسكت كمان، يعني أنا متابع، إحنا السنة اللي فاتت واللي قبلها كنا بناخد الدوري، بناخد الكاس بشكل كويس، لا دلوقتي محترفين اللي اتأخرت المرتبات بتاعتهم فسخ العقد ومشي. اللعيبة مش قادرة تاخد مستحقاتها، فطبيعي طبيعي اللي هو بيبقى مش عاوز اقول تكاسل، لا بيبقى يعني مش واخد حقه، مش عاوز اقول لك بيفكر في امور بره الملعب زي ما بيقولوا، مستحقاته، حجز بالظبط على الارصده، طبعا النادي مش قادر يوفر السيوله الماليه عشان خاطر في واحد حجز على ارصده النادي، فطبيعي جدا ان هذا النجم الرياضي وهذا اللاعب بيفكر اكيد في امور خارج بالظبط. المستطيل. واحنا دلوقتي في عصر الاحتراف، فالاحتراف دلوقتي مادي، يعني هات اي نادي في العالم يمر بالظروف القاسيه اللي مر بيها نادي الزمالك، هات مثلا باريس سان جيرمان دلوقتي بنقول كوكبه جامده جدا، ريال مدريد لو غاب عنه الحته الماديه دي او الامكانيات الماديه اكيد هيقع. نادي الزمالك جبل، يعني انا بقول نادي الزمالك جبل اللي هو يمر بس، يعني بقالنا سنتين ثلاثه بنمر بظروف قاسيه جدا ما يتحملهاش اي نادي في العالم، وده بقى اللي احنا متعودين منه من اللعيبه، ممكن تقع او ممكن تكون بتتاخر شويه في الانتصارات وممكن بتضيع منك بطوله، بس انا متاكد التكاتف والعزيمه بتاعت لعيبه نادي الزمالك، وبرده مجلس الاداره مش مقصر. الشهرين اللي فاتوا كان في الارصده كانت موجوده، المستشار مرتضى منصور وهو ومجلس الاداره قدروا يوفروا يعني على قدر المستطاع، يعني راتب العمال الاول ثم المدربين، بس يعني فعلا انا كنت في حديث للمستشار من يومين بيقول لك مفيش يعني في البنوك مبالغ كبيره جدا، بس نعم. مفيش في النادي فلوس دلوقتي، مش هيقدر يتصرف. فطبعا في قضيه ان شاء الله يوم الاربعاء باذن الله، اتمنى باذن الله اللي هو الحجز يتشال، احنا كلنا ثقه في القضاء المصري العادل، وان شاء الله باذن الله ترجع، لان مؤسسه نادي الزمالك كيان كبير في مصر، واتمنى لازم عشان يبقى فيه تنافس ما يبقاش فيه قطب واحد بس، لازم الموضوع ده يتحل باقصى سرعه، واتمنى ان شاء الله القضاء العادل يحله، ويوم الاربعاء يبقى الارصده تقدر مجلس الاداره يقدروا يرجعوا بقى حقوق المدربين واللعيبه، لان احنا عصر الاحتراف زي ما بقول لك لو ما فيش امكانيات مع احترامي ممكن الموضوع يبقى كارثي للنادي. يعني ابو حميد، لا احنا كنا معصرين الكلام ده من فتره كبيره، موضوع الارصده كل شويه في قضايا وموجود. انا بستغرب بس من الناس، ان الناس يعني انتوا شايفين دلوقتي نادي الزمالك في حاله ازدهار وتطور وبطولات والجماهير بتفرح زي ما انت كنت بتتكلم في الانترو دلوقتي، مش مصر بس بتفرح، نادي الزمالك لما بياخد بطوله انت بتلاقي الشعب العربي كله، بتلاقي ناس كل في الدول العربيه بتلاقيها فرحانه ونازله وفي ميادين، ولما خدنا الدوري ولما خدنا الكاس. لا نادي الزمالك نادي كبير يا جماعه، احنا بنتكلم في فتره المستشار مرتضى، قبل ما المستشار مرتضى ما كان يجي نادي الزمالك كان ايه، وبعد ما جه الراجل البطولات اللي اتاخدت والانجازات اللي معموله بالشكل الرائع في النادي. احنا داخلين النادي بقى واحنا عندنا 8 سنين، يعني احنا اعضاء في النادي واحنا عندنا 8 سنين، فشفنا المراحل كلها بتاعه النادي، بتاع تطوير النادي. لا النادي كان صعب جدا يا احمد، انت النادي ما كانش فيه اي خدمات خالص، حمامات، مطاعم، جناين، ملاعب الكره اللي احنا بنتمرن عليها دلوقتي والناشئين بيتمرن عليها كانوا بيروحوا ناجر بره
ملاعب عشان اللعيبه بتاعت نادي الزمالك الناشئين المفروض انت بتعد كادر محترم يبقى منتخب يمثل منتخب مصر ويمثل الفريق الاول في نادي الزمالك، كنا بنروح ناجر له ملعب بره في اماكن بره. عيب يعني، مفيش لبس، مفيش مرتبات، الناس كانت بتقعد بالقديمة ما بتاخدش مرتبات، النادي اجتماعيا ما كانش لينا هيبه، بمعنى اصح نادي الزمالك ما كانش ليه هيبه، ما كانش حد يقدر يتكلم بصوت عالي او انت بتتكلم على فتره العشريه السوداء اللي الكل بيتحدث عنها اللي هي من 2005 ل 2013 2014. النقيض انت شفت ده، شفت الوحش. النقيض بقى ربنا جاب لك حد يقدر ان هو يغير لك كل الشكل ده، يبقى فيه صوت يقدر يتكلم قوي، يقدر يجيب لك فلوس، يقدر يجيب لك رعايه، يقدر يقول لك الشركه الراعيه لا انا النادي المنافس بتاعك ياخد كذا. كنا في الاول نقول لا احنا بنرضى بقليلنا والمنافس ده ياخد كذا واحنا نقول الحمد لله احنا هيدونا مبلغ. لا دلوقتي انت الند بالند، انت قوي، انت نادي كبير، نادي جماهيري، نادي ما يقلش عن النادي المنافس بـ 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 باي شكل. انت بطل الأشكال. الدوري، انت على الاقل انت بتتعامل انت دلوقتي بطل الدوري لمده موسمين ورا بعض مش بطل مصر يعني. فانت بتتكلم لا في العمليه اقل ما بينك وما بينه، الانشاءات اللي معموله في النادي، النادي كله اتغير بقى نادي عالمي زي ما انت ما بتروح وبنشوف. لا النادي بقى فيه حاجات تطورات غير طبيعيه، ونادي الزمالك ما بيعتمدش على لعبه واحده بس، انت عندك 6000 الف لعبه وفي عمال عايزين يقبضوا وفي فاتحين بيوت وفي 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 ورغم ذلك كل الكلام ده مصطفى مرتضى جه غير الكلام ده وجاب لك احسن لعيبه واحسن صفقات في الدوري، احسن مدربين اجانب، مش في كوره بس، في الالعاب المختلفه. فانت بتتكلم لا في حال حتى لما المستشار مرتضى ساب النادي الفتره اللي فاتت وجه اللجان المؤقته، احنا كنا بنشوف نرجع تاني لقصه ناديك يناديك وفتح باب التبرعات يا جماعه احنا نادي الزمالك نادي كبير ما ينفعش الكلام ده. فلما مصطفى مرتضى رجع تاني احنا شفنا بقى الحلو وشفنا الوحش، رجع تاني لا شفت دلوقتي في صفقات سوبر موجوده، شفت مدير فني عالمي جه، شفت حاجات كتيره بتعمل. فانا بستغرب ان الناس مستحرمه او مستكتره علينا او مستكتره على الجمهور ان الجمهور ده يفرح. ده انت ليه نادي الزمالك حتى يا اخي لو انت يعني في خلاف ما بينك وما بين حد معين، الخلاف ده تنحيه جانبا وانت بتبص للمصلحه الاهم، مصلحه العمال اللي ما بتقبضش، مصلحه المدربين، مصلحه الجمهور. انا مش اسمي زملكاوي بس وخلاص، ان انا بطلع بقول انا زملكاوي على الفضائيات او السوشيال ميديا انا زملكاوي وخلاص، لا الزملكاوي ده هو اللي بيشوف فين المصلحه العامه بتاعت نادي الزمالك وبيمشي وراها.